مع نهاية العام 2018 سجلت إحصائيات مطار الكويت الدولي بمطاراته المساندة ما يقارب 115,147 رحلة ذهابا وإيابا، وعبور ما يقارب 15,362,145 مسافرا ربطتهم دولة الكويت ب 130 دولة وفق اتفاقيات النقل الجوي. وصلنا في عدد كمسافرين في ترمينال رقم واحد اللي هو 12,755,000، وترمينال رقم ثلاثة اللي هو 718,000، وكذلك عندنا ترمينال فور اليوم 600 وصلنا و17,000 مسافر، وترمينال فايف 1,270,000 مسافر. من إنجازات الطيران المدني حصول على عضوية المجلس التنفيذي لمنظمة العربية للطيران المدني، وكذلك التوقيع مع شركة بي دي سي للجداول، هذه شركة هولندية راح هي تنظم لنا الجداول، جداول الطيارات ورحلاتها. انطلاق حركة الطيران في مبنى التيفور وفتح المجال أمام القطاع الخاص للاستثمار في المطار كان له عائدات مادية سجلت في العام 2018، هذا بالإضافة إلى إنجاز العديد من الاتفاقيات والمشاريع التي تندرج في إطار خطة المطار التنموي. تي فور واللي هو سوينا اليوم إحنا تجربة اللي هي الأولى بالكويت اللي هي تشغيل مرفق عام من خلال شركات عالمية. كانت تكلفة المشروع اللي هي 58 مليون دينار كويتي. اليوم إحنا بعملية المزايدات لجميع الخدمات اللي إحنا سويناها قد غطينا جميع التكاليف اللي الدولة دفعتها لنا، ورجعنا الفلوس هذه اللي دفعتها الدولة إلى الدولة إلى وزارة المالية. الطيران المدني فتح الباب للقطاع الخاص للمشاركة في النجاح، ومنح الطيران المدني حق طيران الجزيرة قطعة أرض يبني عليها ترمينال نفقته الخاصة. الإدارة العامة للطيران المدني تبذل على صعيد الملاحة الجوية جهوداً جبارة في سبيل تحقيق أقصى درجات الخدمة والتسهيل للمسافرين من وإلى الكويت. بالإضافة إلى المشاريع والإنجازات والأرباح المذكورة التي تحققت في العام 2018، فإن الإدارة العامة للطيران المدني تتطلع لأن تصبح هيئة مستقلة مستقبلاً. جيهان حبيب، تلفزيون دولة الكويت.